لطي ألواني إلى حيواناتي لطي ألواني إلى حيواناتي إلى كيد وفيا تبشيط موافشا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا ليال وحين كسوق هذا الدرسي كان كهوري لح شخصي أما سيدات شخصي با وهانتدو دي لقاح يريو إني كو تصرفان وحين نري مركا وحا كمدا السبيقة هي مجنونك هي سفيها ومركا إنو السبي ندوين وذكرني هبلية إنما وا حوله دي بالنسبة الشريعة إنت أيقان قاريان إن أنا كو تصرفين هدي تصرفان نما عن صحيو بركا لقرب وحيرو دي الدكان كلوغ دي بوش مغلية كشنية وحاسة سيدا وكلا مجنون كينا وعلمت وقفك وعلن يلمها يري السبيقة يسفيه ينروا قفك هانتدي سعان او آبا يلين كو عيارة خمر بو كو عبايا وكو طمانايا عدو دونبو وديبايا مبذر بالاي لهذا وحينو كرهبين امركا سفيه ووحان آخرية الدنيا دا تونا وحبك عقصو نغونا ينو عيارة لكن قفكو هانتو هانتدي سي وضا بحيو يساقو يسكا عافمات قوا يساقو خير دونا وكو عمل فلانا يلان تنالو برا حتى تنفقو مما تحيبونا ولو قولي هاي إن كستو آيادها قرآن كريم كمدا يا حديث توبا أي ليهين خير الأمور أوصدوها وآياد قرآن كان إلهي وضومي سسفين أيوه وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا هل سيذكر آيات وقتشيني مركي وحبيحين أيان كما إسراف أيان عريرنا مقلين أيان مركا إلهي سبحانه وتعالى هذه يتشير أمضة وحا وبرايا سدفي عن إني أون ورادان هانتدنا gudahan inaan wada ilaashano wixii been aya laga wada ilaaliyo mas'uuliyad bay naga wada saaran ubadka iyo majnuunka mas'uuliyad bay naga wada saaran hadaba tasarrufkoodi ma aan sax ahayn baynu niri midalan ilmaha yar ee sabiga iyo majnuunku ma tasarrufayaan had wa tasarrufu sri wal majnuun wa safih qayr sahih sadh raa shakhsi سبيغا مجنونكا يسفيها وقفكا حوليه سي كعياريو يلغا حييري تصرفكو دي مسهروبيو ما انصحيو وتصرفك لشيغيو محويا هاي طلو اي لو دي دي هاي وحا لو دي دي هاي انو وحييبيو هانتي ما قورتا باريه ايب النوع ضربة هنوغده marka laga reebo ilmo yar oo mumayso dehoydi lacag kar u dhiibisay dukaankuna uu garanay wax soo doonayo uu soo dhiibayo wala shira waxna ma soo gadanayo way oo u baahan mas'uuliyad waxba ma hiibeyn karo oo ma oran karo gaadhigaas aan bixiyay beertaas aan bixiyay waxaas aan bixiyay isagoon waligiis ogeyn wax kasta oo qeyrkiina waa la mid shirkad cid lama geli karo waxba cid ma maahin karo وحبا عيد ما مانسين كرو وحبا عيد ما ديبان كرو وسبيقي إيه مجنونكي حتى علماء ليه إقرارتو دي ما أنصحيس وإلمها ير إيه السبيقة إيه مجنونك وحاي قرتان ما سورو بيو إلهي سبحانه وتعالى يسغيلو كونو قوامين بالقسط الشهداء لله ولو على أنفسكم الله سبحانه وتعالى أهذا كوي دائما عدالة ده إلهي درادي ومر خاطفورة حتى نفتي نيبها النغوته بركة رسوله صلوات الله وسلامه عليه سونا سيدة وكلا
وحولي إقراء هويني قرتي زينو أغضي يا ونيس إلى أمراتي هذا فإن أقرت فرجمها هويني داسي هدي زيند قرتي الرجمي كوك الله حديث كاسنا صحيحين كايا وريني بقى إن دنبي لقرته سيدا النبرة تغفو قيستي سيدا خمرة لعابي زيد السينو المها يري السبقة يقفك والان مدنا مصعونيسو حتى وحا اللمدة وقفك وحقيرانيا وبابي نوي من دونا عشر قارا إنو كدق دونو قفك وحقيرانيا وإن له على شروط إنو قانقاري هاي إنو قف عاقلي هاي إنو قف آن هوشن لغو قسبي هاي مركا إنو عاقل نري مجنون بابحيا مركا إنو قانقار نرينا بالغ نانا سبي بابحيا مركا قفك والان يقفك السبقة إنه نبر قرطان إنه حتى حوله إنه قرطه وإنه هنتي أرلي ده وإنتا ليك بان هيا قفك أنا نبر كله فتاي إنه قرينة نغتمو يعني إقرار تحسي مصعونيس بركة أولا ليال حكمة ده كترتانة ده أبطكو تصرف ملها إلا أيقان قيران حتى علماء قيبة وحيليين إسلام نمذو دي ما صحيصو إن إسلامان حتى بواحد شروح بضانا وكان صحية مثلا أوصوغن وكم تهي صلاة يوكرا والغوسي التربيين صومكي يوكرا والغوسي التربيينية حاجكي يوكرا والغوسي التربيينية لكن النبي قابل ويدي ما هي رحج مكان صحية ها لكن كي واجب كما قديوه وصير لو هذا صعنه حجك وقفك عمر دي سهل مربو واجب كوي هاي مركا دمو انتو ضروها كنو نغضا صنهاني مركا هديو سبي هاي سبي او حجك واجب كاكو نعماي واي هاي مركا دمو واحي سويدين لوحي نوضا مغلاي عرورتا وحا وغوري سيد علي وحرمية سبي بوها يا رب ضم بنبي كغسي تغيشري محاي تاسي كغد وانتهي علماء وحي كغد شوابين إسلام نمضه بدايه ضرورة ده مركض نبقى يشرت النبي قوده وكقح يبا مكة أو مدينة تغيي عد كراه وكوام منه وشان هواي سيد علينا وقف إلهي وكبر باري عقلي يأقون وها سبي نمضينا عيان صحي سا إسلام نمضي مركا جمهور الإسلام لهو مركا وقيب يرو كم دواتري مسورو بسوين الإسلام إلا وقان قارو مركا علمد وحي لين ويسورو بي وتكم بي وصوم بي وحاجي بي لكن واجب كقدع ما يمر والبوحو واجب كي إسلام نماذا إيا تغليفتي إيا وحو لبا كبل عميان شن إيا طوانك أولا ليان مركا وارهين مهيمة هذه جير عروت وحبي سوصر وفتاة المها ير بابا عدين يا إنه كله في تيورانيا وحل السوق يا المها يري أنت وقان قاري يا عقل جسك فلان يا وسكت ديفين يا أما وقاضنا يا ولا ليال مرك واحد إنه نري تصرف كسبيجا تصرف كسفيها تصرف كمجنون كمايا أو حتى واحد بنان المها ير إن لو جوريه جوار مجنون كواحد بنان إن لو جوريه أحباب كما فرميان ما تورنا هدي أي وحفران ما تورنا هدي أي وحفران مايا اللهم مفلسكي دين تلوغا أي دين تغرغسي هنتي ديسا إحوليه سي لغاوة ممنوعين وكو تتصرفا مركي أي دلبين دادكي قشي وكولها وانا واجب سارا حاكمكو إنو حيرو هنتي ديسا قفك مر هدي دين تلوغو ليهي iya hantidiiso deynto ay badato masuuliyadda xukuumadda ayaa qaadaysa xaakimka ayaa joojin kadibna waa loo qaybinaya dadkaasi waa lagu sifsifi doonaa hantidi baaqigii inay ku lahaanayaan iyo inay intaas uu qaybsanayaan khilaaf baa ku jira laakiin waxa xoog badan hantida qofka bini'aadanka marna lama ogolo in la yiraahdo intaas waa kaka in sulh lagu galo mooyaane owe winow banaan tahay in la yiraahdo wixii ay ku lahaydeen qof walba kala bartuur waba baab dhan oo ino iman doona ilaahayna wuu yiri wasulhu khayrun nabiguna wacdiyay qofkii kunka lahaa inuu shan boqol la qaado
waradaha la dhaqaaqna 5% walaalayaal. Sidoo kale mufliska waxa uu bannaan inuu dhimadiisa gashi ku qaato kale oo salam iyo wax la mid ah, saa culimadu way cadeeyeen walaalayaal. Haddaba dadkan hantidii laga xayirayo sebiga iyo majnuunka iyo safiihaba hantidoodii baa loo ilaalinayaa, oo wuu u caqliyeysan, wuu u qaangaari doonaa, wuu u miyirsan doonaa. Isaga dantiisa ayaa ku jirta in wixii uu ka xidhanayo, wixii uu ka cunayo in lagu maamulo. Haddaba mufliska waxaa ku jira qofkan muxuu ahaayey gashiyoobay ee tijaarkan kacay, inta dukaankii ku hadhay dadkiiyaa lagu sifsifo, waxaana ku sifsifaya xaakimka sida aynu horeba u sheegnay, isla markaasna aynu casharkeennii horeba ku jirtay ee 276-aad. haddii qof ka mid a dadkaa deynta usoo xaadiray mid ka midihi uu helo hantidii uu ka iibiyey, wax uu ka hayaana aanay jirin, isaga ayaa kaga xaq leh dadkan kale gashiilaha ah. inaguba waxaynu idhahnaa qof wax laga dhacay iyo baadi iyo nin leh, hanti iyo ninkii laga xaday aragti baa ka dhaxaysa, oo shaygii lagaa xaday haddaad hesho, shaygii lagaa dhacay haddaad hesho, oo dhaca iyo xatooyadu waxbay ku kala duwan yihiin, waxbay ku kala duwan yihiin. iyo xataa waxaa lagaala cararo ee jeebka lagaala boodaba waa magacyo kala duwan, mid waliba baabkiisu inoogu iman doonaa. marka hantidaas lagaa dhacay, lagaa iibsadeen waxba lagu siin, lagaa xaday, ee in saddexdaba qofkii lahaabaa xaqu leh oo haysanaya, wixii ka soo hara baa loo qeybinaya dadka kale gashiilaha. walaalayaal, sidoo kale addoonkii ambaha la kitaabeeyo, ma ambaha yaanu mid qeyr mukaatab ha noqdo, ambaha loo dira hantida intaa leeg haddaad keento waad ku xoroobaysaa, ambaha iska daaye, tasaruf looma ogola aanu u idmin sayidkiisu, markaa isaguna tasarufkiisii ma ansaxayo, waxba cid ma ammaanaysiin karo, waxba cid uma dhiibi karo, waxba cid uma wakiilan karo, waxba ma sii iibin karo, waxba ma soo iibsan karo aanu sayidkii xoolaha lahaa aanu la ogeyn. sida haweenayduba dee hantida gurigeeda ninkeeda mas-uulka ay uga tahay, waxaanay la ogeyn, aanay u bixinin, aanay u ammaano bixinin. marka laga reebo waxa yaryar ee maacuunka sida dabkii, milixdii, biyihii yaraa, waxaa yaryar mooyaane walaalayaal. bal haddaba raahinka, raahinta lafteeda waxaynu nidhi waa xoolo xayiran, waxay u xayiran yihiin gashigii laga amaaday qofkan. oo raahinta waxaynu nidhi walaalkaa muslina baad wax ka iibsatay sidii nebiguba uu sameeyey, ee raashinka diriciisii dagaalka uu ugu raahan dhigay, raahintaasi way xayiran tahay. waxay u xayiran tahay ilaa xoolihii aada soo celinayso, sida oo kale murtadka hantidiisii qofka islaamka ee xaddii ka baxa hantidiisii waa laga xayirayaa, oo waan gaalooba waan guurayaa maraykan u guuraya hantidiisa hargeysa taalo lagama ogolo, waa ka dhaqaaji. haddii uu ku dhinto lafteeda, haddii uu dhinto lafteeda, maalkaasi waxa uu noqonayaa hanti muslimku uu leeyahay. haddii aan cid kale oo muslimo dhexaysa aanay jirin oo baytulmaalka ayaan la geeyaa, waxa uu kaga bixi doonaa xayiraadaa la saaray qofkii murtadka ahaa, isagoo oo dib u ah shahaata. xoolihii raantaana maxay kaga baxayaan xayiraadii, isagoo hantidii murtahinka u soo celiya gashiga ahayd. bal waa inoo darsigan darsiga xiga oo aynu ku soo qaadan doono sida oo kale bal hantidii lagaa dhacay iyo sulxii iyo wixii la midka ahaa, bal waa inoo darsigan darsiga xiga. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. nabtii allawaani ilaahay wanaagsan, nabtii allawaani ilaahay wanaagsan, imaankeedu waa fiican.